طيب خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، الحقيقة موضوع هام جدا بيشغل العالم كله. العالم دلوقتي بيدفع فاتورة كبيرة جدا للتغيرات المناخية، خسائر في الأرواح، خسائر اقتصادية كبيرة جدا خاصة في السنوات الأخيرة. أوروبا لوحدها خسرت تريليون يورو، ده رقم ضخم لأنها بمنتهى البساطة من أكتر المناطق اللي شهدت عواصف فيضانات كمان حرائق كتير. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع مرة تانية لحضراتكم. الفترة الأخيرة شهدت العديد من التغيرات والتقلبات المناخية، وسجلت أكثر مناطق العالم برودة ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، وبالمثل سجلت أكثر مناطق العالم حرارة انخفاضات غير مسبوقة، بالإضافة للكوارث الطبيعية المفاجئة التي تسببت في خسائر اقتصادية هائلة، وشملت أعاصير وفيضانات وحرائق غابات استمرت لأشهر. في أوروبا كلفت الفيضانات الشديدة وغيرها من الأحوال الجوية القاسية حوالي نصف تريليون يورو في العقود الأربعة الماضية، وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أكثر البلدان تضرراً، كما تسبب المناخ في وفيات تتراوح من 90,000 إلى 142,000 حالة وفاة خلال الفترة من عام 1980 وحتى عام 2020، وكانت الغالبية العظمى منهم بسبب موجات الحر. كما عانت الولايات المتحدة من عام أقل ما يوصف به هو سيء بالنسبة للمناخ، حيث تعرضت أمريكا لاثنين من أسوأ 10 كوارث مناخية كانت الأكثر تكلفة في العالم في عام 2021 في أضرار تزيد عن 170 مليار دولار. وبحسب وكالة بلومبرغ فإن الكوارث الطبيعية التي حدثت في عام 2021 مجتمعة هي أكثر تكلفة بمقدار 20 مليار دولار من الكوارث التي حدثت في عام 2020، مما يعني أن التكلفة تتزايد كل عام.